كل انسان له خصوصيته واسراره وقد شرع الاسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات اصبح السر يطير بالافاق في ثوان معدوده فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الاسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمه والتلصص على البريد الالكتروني وحسابات المستخدمين جريمه والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون اذن اصحابها جريمه ففي الحديث من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله والمسلم اللبيب ياخذ حذره ويعمل بكل الاسباب التي تحفظ اسراره وخصوصياته